حقيقي كابتن هيثم تحياتي ليك مره تانية، ومكملين لقاءاتنا وتغطيتنا الخاصه والحصريه والمميزه معاكم مع ضيوفك الكرام ومباراه الاهلي والاتحاد السكندري. معانا كابتن محمد معوض ليبرو الفريق. يعني كابتن محمد الف مبروك الفوز النهارده، كنا مركزين بشكل كبير في بطوله الكاس، فريق الاتحاد يمكن اداؤه كويس جدا السنه، لكن النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله ده اكثر من رائع، مع عسكريين مستعدين من هنا بس معانا بقالكم يومين. وكابتن محمد اعتقد كمان كان في كلام كتير جدا في المحاضره الفنيه النهارده. طبعا الحمد لله على المكسب. في الاول عايز اسلم تحياتي للكباتن الكبار كابتن هيثم وكابتن احمد وكابتن ممدوح. الحمد لله مكسب كويس، الحمد لله قدرنا ما نطولش ماتش قوي، ان الفاينل بكره ما فيش وقت راحه كتير، واحنا في اخر الموسم فطبعا يعني في شويه اصابات واجهاد لجسم كل اللعيبه، فالحمد لله قدرنا نكسب الماتش لحد ما بسهوله، ما طولناش فيه عشان نقدر نكون فريش بكره باذن الله. كابتن محمد يمكن الشوط الاول كان ماشي معانا شويه الاتحاد نقطه بنقطه، لكن الحمد لله قدرنا نحسمه في الاخر 25-21. يعني كابتن محمد مصالح قال لكم ايه بين الشوط الاول والثاني؟ والبدايه ما لعبناش حلو قوي اول شوط، ضيعنا سيرفات كتير، متين ضايعين مثلا 10 او 11 سيرف مع اللاتا فولي، طبعا بنبقى عارفين بيحصل ايه جوه الملعب، اخطائنا كانت كتير قوي، ما كانوش هم اللي يجيبوا نقط، احنا اللي كنا بنضيع كتير، فالحمد لله قدرنا نكسب الشوط الاولاني، وفي الثاني والثالث قللنا اخطائنا شويه في الضرب وفي الارسال وقدرنا نكسب الاشواط بسهوله الحمد لله. يعني ان شاء الله بكره المباراه النهائيه مفيش وقت، منتظرين مباراه الزمالك والجيش، الفائز منهم ان شاء الله يلعب معانا. يعني تقول للجمهور النادي الاهلي بكره ان شاء الله؟ طبعا ان شاء الله بكره باذن الله جمهور الاهلي نفرحه باذن الله زي ما دايما بنفرحهم، دعواتهم ان شاء الله بكره باذن الله يلعب فاينل سواء مع الزمالك او مع الجيش، فرقتين محترمين، الجيش كسبنا مره، الزمالك فرقه قويه جدا، بس ان شاء الله بكره نكون على حسن الظن ونكسب الكاس ان شاء الله. شكرا ان شاء الله كابتن مستنيين بكره يعني بطوله الكاس الرابعه على التوالي و22 في تاريخكم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك. شكرا كابتن هيثم، مكملين وبنضمننا كمان يعني واحد من الضريبه التقال جدا في فرقه النادي الاهلي كابتن احمد سعيد. كابتن احمد سعيد واحد من نجوم المباراه النهارده، يعني الف مبروك الفوز، اداء اكثر من رائع، والشوط الاول يمكن كانت الدنيا قريبه شويه مع الاتحاد، لكن بسم الله ما شاء الله كان اداءك اكثر من رائع، وكنت ساهمتك بشكل كبير جدا في نهايه الشوط الاولاني. يعني الحمد لله، طبعا الحمد لله على المكسب النهارده، النهارده كان فوز يعني خيال، اللي هو كان بيأهلنا اللي هو النهائي ان شاء الله، سواء لاعب الجيش او لاعب الزمالك، احنا كده كده محضرين ان شاء الله لكل ده، والحمد لله ده توفيق من عند ربنا. كابتن ميدو قال لكم يمكن الشوط الاولاني كنا قريبين جدا في النتيجه من الاتحاد، لكن بعد كده فرقنا الحمد لله. يعني هو الشوط يعني اتعصق شويه اي فرقه برده لسه، عشان دي الرهبه ومش والتكييفات والنور ولسه يعني الاضاءه وكده، فالحمد لله ان احنا قدرنا نسيطر على المباراه، وكابتن ميدو قال كل ده لسه بهدوء وكل ده، والحمد لله ان احنا قدرنا نسيطر على المباراه من الاول يعني الحمد لله. بكره عندنا مباراه كبيره، النادي الاهلي على طول بيلعب على البطولات خاصه فرقه الفولي، بكره البطوله الرابعه على التوالي ان شاء الله، عايزين نحسمها الكاس والرقم 22. هتقول للجمهور النادي الاهلي وتوعدهم بايه؟ يعني ان شاء الله باذن الله واحد يوعدكم بالبطوله ان شاء الله، لان على طول النادي الاهلي معروف اللي هو اي الحمد لله بيخش اي حاجه لازم ياخد البطوله ان شاء الله. كابتن بالتوفيق ان شاء الله. كابتن هيثم ده كان لقاءنا مع نجمين من نجوم الفريق كابتن محمد معوض وكابتن احمد سعيد، العوده ليك ولضيوفك الكرام. عايز اقول لك حاجه قبل ما ارجع لك كابتن هيثم، ان الكابتن ميدو مصالح يمكن قرر هو والجهاز الفني واللاعبين ان هم هيستمروا في الصاله، هيشاهدوا اول شوط من مباراه الجيش والزمالك عشان ان شاء الله يبقوا مستعدين ايام من الفريقين ان شاء الله اللي هيقابلوهم بكره. كلمه ليك ولضيوفك الكرام كابتن هيثم. محمد توفيق من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا.